مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني تولك. واليوم يحصل لي الشرف انني نستقبل واحد المناضله حقوقيه مغربيه من ابرز المناضلات الحقوقيه المغربيه، السيده خديجه الرياضي. مرحبا بك. اهلا وسهلا. السيده خديجه الرياضي، انت كنت رئيسه سابقه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، انت ايضا المنسقه ديال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وتحصلتي مؤخرا على واحد الجائزه يعني القيمه ديالها كبيره بزاف من الناحيه المعنويه، جائزه الامم المتحده ديال حقوق الانسان، تحصلت عليها في 10 ديسمبر 2013. كيفاش تلقيتي هذا التكريم ولا الاعتراف العالمي بالمجهودات ديالك في ميدان حقوق الانسان؟ اول مغربيه على ما اظن. نعم، اول مغربيه، ربما نقول لك اول عربيه، واخا ما كاينش هذا، كاين واحد النقاش كبير على هذه المساله. بالنسبه يعني الجائزه الامميه فعلا هي اعتزاز وشرف كبير، واعتبرتها اولا هي اعتراف بكل المناضلين والمناضلات في مجال حقوق الانسان في المغرب، واعتراف بالدور اللي لعبوه في النضال ديالهم من اجل يعني تقديم الاوضاع ديال حقوق الانسان في المغرب، وايضا تشجيع لهم باش يستمروا. هذا هو يعني الاحساس الاساسي، انه تشجيع ليا وتشجيع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وتشجيع لنا كاملين في الاستمرار في النضال ديالنا من اجل حقوق الانسان والديمقراطيه في المغرب. وايضا كنظن عنده واحد المغزى اخر، وكنتمنى انه المعنيين به يكونوا فاهمين هذا المعنى، وانه يعني واحد رساله للمسؤولين المغاربه باش يغيروا السياسات ديالهم المنتهكه لحقوق الانسان. وكنتمنوا انه بفضل النضال ديالنا اللي غيستمر، وفضل ان ايضا هذه الرساله اللي جات من الامم المتحده تكون حقوق الانسان افضل في المستقبل. جسم وقع واحد النقاش داخل المغرب، قال كيفاش يعني جائزه يعني من المستوى العالي امميه كتعطى لاول مره لواحد المغربي، وفي حالتكم واحد المغربيه، والمسؤولين او السلطات او المؤسسات ديال الدوله يعني ما عطاتش واحد الاعتبار لهذه الجائزه اللي تلقيتوها انتم. يعني مثلا الاعلام العمومي ولا التلفازه المغربيه ما استضفوكمش، ما فتحوا لكمش الباب انهم يجيو ويغطيو، واخا غير الحدث يغطوا معكم هذا الحدث ديال الحصول ديالكم على هذه الجائزه الامميه. ما رايكم؟ وانا ما كنتظرش في الحقيقه من السلطات الرسميه انه تفرح بهذه الجائزه، ما كنتظرش انها يعني تفتح المجال. ما نقولش تفرح، على الاقل يعني يديروا هذيك الخدمه يعني على المستوى الادنى انهم يغطيوا هذا الحدث. وما انتظرش ايضا انهم يغطوا، لان كنعرفوا بان الاعلام العمومي هو اعلام مهيمن عليه من طرف المخزن، واعلام اللي هو مخزني، واعلام هذه معركه كنخوضوها احنا كحقوقيين وكديمقراطيين باش هذا الاعلام يولي فعلا عمومي، لانه في الحقيقه الان ماشي اعلام عمومي، هو اعلام رسمي، رغم انه الشعب هو اللي كيمولو وكي يعني من ناحيه التمويل ديالو عمومي، ولكن من ناحيه الدور ديالو الاداء ديالو لا يمثل نهائيا يعني القوى الحيه في البلاد. وهذا مطلب ديالنا كحقوقيين دائما، انه ديمقراطات هذا الاعلام العمومي باش يكون فعلا هو مفتوح لجميع القوى، ويكون يعني كيعبر على التعدد اللي كاين في المجتمع، ويعبر على مختلف الاراء. واش كتظنوا مثلا بان هذا التصرف كيعتبر تحدي للامم المتحده ولا الهيئات الامميه اللي كتشتغل على ميدان حقوق الانسان، انه بطريقه غير مباشره ما كيعترفش بهذه الجائزه اللي منحوها لكم؟ وفعلا لانه كون كان الاعتراف بهذه الجائزه كان الاعتراف بالمطالب اللي كنطرحوا اللي وبالنضال اللي كنناضلوه واللي كنخوضوه كمدافعين على حقوق الانسان. يعني هذا الاعتراف كان خصو يكون يعني قبل بالتجاوب استجابه للمطالب، يعني هذا هو اللي منتظر انه يكون، مادام ما كاينش كان هذا التجاهل ديال المطالب الحركه الحقوقيه. وهذا مش فقط التجاهل، كاين يعني واحد خاصه بالنسبه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان واحد يعني مواجهه، واحد المحاوله ديال المس بالمصداقيه ديال الجمعيه. شفنا الحملات اللي كتشن ضد الجمعيه الكاذبه في غالبها. كاين الناس اللي كيقولوا مثلا هذه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان غادي بلات نتكلموا على الوزن ديالها ايضا، نسمعوا الجمعيه يعني واش ما عرفتش واش عندكم اعضاء محسيين او لا كتقيسوا يعني العمل ديالكم يعني على حسب النتائج اللي كتحققوها. وكاين مقاييس كثيره باش تقيس يعني العمل ديالك. شوفوا الوزن يعني الحقيقي ديال الجمعيه، فعلا هي كاين الاعتراف الاممي، هذا ناخذه بعين الاعتبار انه عندكم وزن، ولكن يعني الوزن الداخلي في المغرب مثلا مستوى التاثير على السياسه ديال البلاد كيفاش كتقيسوا؟ في المغرب كتعتبر الجمعيه اكبر جمعيه حقوقيه من ناحيه التجربه ديالها، من ناحيه عدد المنخرطين ديالها، لانه عدد الاعضاء الجمعيه يقترب من يعني اكثر من 14000 عضو. وايضا بالنسبه لعدد الفروع فين كتشتغل، الجمعيه متواجده في جميع مناطق المغرب، في جميع المدن، وفي واحد المناطق نائيه كتكون الجمعيه كتشتغل، في التقارير السنويه اللي كتصدر، في التربيه على حقوق الانسان، على الاشاعه ديال ثقافه حقوق الانسان. الجمعيه عندها تجربه قويه من ناحيه الفئات المختلفه
المختلفه ديال الطلبه والتلاميذ والاساتذه والان صحفيين، يعني كيتم التكوين ديالهم في مجال حقوق الانسان، وعنده واحد تاثير مهم جدا لانه هاد الشباب هاد الاساتذه كيوليو فاعلين ايضا في مجال حقوق الانسان. كيقول مثلا ان التجمعيه المغربيه لحقوق الانسان يعني كيسيطر عليها اليسار المتطرف المغربي. هو كنظن اكبر اجابه على هذا الشيء هو هذا الاعتراف الاممي بالجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، واكبر تكذيب لهاد الشائعات وهاد يعني الكذب تجاه الجمعيه هو هذا الاعتراف. ما يمكنش يعني يكون هذا الاعتراف بهذا الشكل، هذا الجمعيه سياسيه، وكنظن المواقف الجمعيه وجميع يعترف بها، حتى الصحافه الدوليه اللي كتكلم على الجمعيه، نقراو يعني المقالات صحفيين معروفين وقنوات صحفيه معروفه وجرائد معروفه دائما تشير الى الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان جمعيه مستقله، لا امداش انديبوندونت، يعني كان اعتراف بالاستقلاليه ديالها. اما الانتماء السياسي للاعضاء ديالها لا يهمنا، وما كنسولوش حنا على الانتماء السياسي للاشخاص، اللي اساسيه هي المواقف ديال الجمعيه واش هي مبنيه على مرجعيه حقوقيه ولا لا. وهذا كنظن تحد ما غيشك وما غيقدر يعني يقول العكس، مواقف الجمعيه معروفه في جميع المجالات. استاذ الرياضي، حنا نحاولوا يعني نعطي للطرف الاخر اللي ما موجودش معنا باش يكون هذاك النقاش. حنا كنتكلموا بصراحه هنا في مغرب تي في، كاين اللي كيقول ايضا كيعاتب على الجمعيه، كيقول لك علاش السلطات مثلا المغربيه متحفظه على التعامل ديالها معكم، انكم انتم ضد النظام ولا ضد الدوله مثلا. احنا ديما كنقولوا بان احنا ماشي معارضه سياسيه، احنا كيف ما تعاملنا مع اي حكومه كانت كنتعاملوا بنفس المواقف بنفس المطالب ونفس المذكرات كنطرحوها للحكومات السابقه كنطرحوها لهذه الحكومه، كننتقدوا يعني القوانين اللي كتنتهك حقوق الانسان. عندنا مرجعيه واحده وهي علاش كنعتمدوا، هي المرجعيه ديال المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، هي المرجعيه ديال الاتفاقيات اللي صدق عليها المغرب. حنا الانتقادات اللي عندنا تجاه الدوله هو انه كتصدق على اتفاقيات وما كتنفذهاش وما كت ما كت يعني ما ديرش يعني التفعيل ديالها على مستوى الواقع. هذا هو تشوفوا الدستور الجديد ديال المغرب كيقول في الديباجه ديالو بانه كي يعني يشتغل او لا كيعترف بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا. يعني هذا جاب بالضغط ديال الحقوقيين اللي كيطالبوا بهذه المساله هذه، ولكن مع الاسف حتى في الدستور ديك الصيغه اللي كاينه في الدستور غير كامله، يعني كتقول الالتزام بسمو المواثيق الدوليه على القوانين المحليه شريطه الا يمس يعني بالقوانين المحليه وبالثوابت واحد العدد الامور، وبالتالي كيتفرغ هذا المبدا من المضمون ديالو. حنا كنعتبروه هذا لاعب على الكلمات وتاويل يعني واحد الصياغ اللي ماشي فقط في هذه النقطه، كاينه في مساله المساواه بين النساء والرجال، كاينه في واحد العديد ديال الجوانب اخرى الدستور اللي فيها حاجه والعكس ديالها، يعني كل حاجه كتفرغ من المضمون ديالها. وهذا هو علاش كنتقدوا الدستور الحالي، كنقولوا رغم انه فرز واحد الباب خاص بالحقوق والحريات، وكنقولوا مزيان هذه المساله قلنا في البيان ديالنا، ولكن انه رغم داك الشيء هو الدستور غير ديمقراطي وما كيوضعش يعني المغرب في السكه ديال الديمقراطيه، وما يمكنش يكون واحد الاطار اللي به غتبنى اسس ديال دوله الحق والقانون للعديد الانتقادات. بين الانتقادات الاخرى كما الناس اللي كيسمعوكم يمكن يقولوا بان انتم عندكم يعني مواقف عدميه، يعني ما كتشوفوش الحاجه الزوينه او المجهودات اللي كتقوم بها الدوله، يعني كل شيء قبيح، ما كاينش ديمقراطيه، ما كاينش حقوق الانسان، ما كاينش مجهودات، ما كاين والو، الا كانت شي حاجه يرجع الفضل لكم والضغوطات ديالكم. لا حنا ولا ما كنقولوش، حنا بوحدنا كنشتغلوا دائما، كنقولوا في مجال حقوق الانسان صعيب على ان اي جمعيه تقول على راسها انا اللي حققت، يعني هو واحد العمل اللي هو مشترك، واحد العمل بعد الامد الطويل والنتائج ما كتبانش السوق. ولكن واش كتعترفوا لهذ الدوله المغربيه بشي ايجابيات؟ مثلا حنا فاش كتكون شي حاجه ايجابيه كنقولوها، خرجنا بيان ديالنا على الدستور قلنا ها الايجابيات اللي فيه تكلمنا عليها، ولكن قلنا هادشي ماشي كافي، وهذا هو الدور ديالنا. حنا ماشي الدور ديالنا هو نصفقوا لما هو ايجابي، حنا الدور ديالنا هو نقلبوا على الثغرات ونقلبوا على النقائص ونوقفوا عليها ونتحركوا ونضغطوا باش ديك النقائص تحيد، هذا هو دور ديالنا وهذا هو اللي كنلعبوه. اما باش نبقاو نصفقوا المسائل اللي اصلا هي ماشي كثيره، قليله جدا، ولكن كنقولوها. مثلا ديك النموذج ديال مجلس الوطني لحقوق الانسان فاش خرج التقرير ديالو على السجون درنا بيان للجمعيه وقالت بان هذا عمل جيد وكنحييه وكنشجعوه، ولكن خص التوصيات اللي فيه دائما ولكن طبعا لان خص التوصيات اللي فيه تنفذ. الناس كيقول لك مثلا الحمد لله عايشين في المغرب بلاد الامان في وسط ما يقع في هذا المجتمع العربي، ومن بعد الثورات العربيه ما يسمى بالثورات العربيه ولا ما يسمى بالربيع العربي، كيقول لك على الاقل شفت التجربه المغربيه يعني التغيير في ظل الاستقرار، والحمد لله الناس عايشين في امان، ما كاينش عمليات ارهابيه، ما كاينش احنا اولا شنو كتقولوا فهادشي؟ احنا اولا ما كنتقارنوش يعني بدول اللي هي فيها حروب وفيها، هنا
كنقارنوا. كان يمكن يوقع لنا هذا الشيء في المغرب تاعنا، هذا الشيء اللي وقع في مصر كان يقدر يوقع لنا. احنا بالنسبه لنا المطالب اللي عندنا هي أي اصلا هي الدوله ملتزمه بها، عندها التزامات تجاه الشعب المغربي. خصها تفعلها. خصها تفعل هذا الشيء، احنا كل ما كنطلبوا به انه المغرب موقع على العهد الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، على الحق العهد الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، ديال حقوق المراه، حقوق الطفل، العديد من الامور، ولكن ما كنشوفوا الواقع فاش كيقول لنا استقرار، استقرار ولكن على حسب من؟ راه على حساب واحد الفئه عريضه تعاني من انتهاكات ديال حقوق الانسان، على حساب واحد الشعب المغربي اللي عايش في واحد المستوى متدني من 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 مستوى العيش ديالو، ضرب الكرامه ديالو، الاعتقالات السياسيه، المحاكمات الجائره، الرشوه منتشره في المغرب، يعني المؤشرات اللي معروفه يعني ديال مستوى الرشوه، ديال حريه الصحافه اللي احنا متدهورين مقارنه مع الدول اللي حدانا. 4 مرات كناخذوا بعض المؤشرات ولكن ما كنقارنوهاش مع الدول اللي حدانا، موريتانيا والجزائر وتونس وحتى ليبيا تقدمات واخا هي مازال ما وصلش، يعني اقل من، ولكن تقدمات في مؤشر ديال حريه الصحافه والمغرب تراجع. خصنا نرجعوا للمؤشرات ونعرفوا الواقع الحقيقي. 4 مرات يعني الان كتقول بانما موريتانيا مثلا والجزائر احسن من المغرب في ميدان حقوق الانسان، الترتيب ديال المغرب في مجال حريه الصحافه. حريه الصحافه نعم، ولكن الا شفنا الحريات الاخرى يمكن هنا غادي يوقع. لا انا ما نقدرش نقارن لك مثلا هذه المساله قارنتها، ولكن مثلا في تونس حتى فوق الديكتاتوريه ديال بن علي المؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه ديال التعليم ديال الصحه ديال التنميه ديال الاميه مثلا احسن من المغرب بكثير. يعني حنا الاوضاع ديالنا متدهورين. هو عملنا انتخابات ديمقراطيه طلعت حكومه اسلاميه واخا انها ماشي 100%، ولكن كاين واحد الاجماع شبه نسبي على انه هذه الحكومه كتمثل نوعا ما يعني النتائج الانتخابيه الاخيره. واش كيرجع يعني وشنو خصنا باش نكونوا احسن؟ كنظن هادشي كيرجع لكون ان الحكومات اللي كتطلع ما عندهاش سلطه وما تقدرش تنفذ البرامج ديالها، وبالتالي هاد الناس اللي كيطلعوا ما موراهمش يعني واحد الاصوات اللي كيخافوا عليها باش المره الجايه يديروا ما احسن. هاد الحكومات اللي كتطلع اللي عندها برامج مثلا، الا عندها برامج كاين سلطه موازيه اللي هي قويه، وهي هاد السلطه لا تقدم الحساب، وهذا متناقض مع الديمقراطيه. ما يمكنش نتكلموا على ديمقراطيه الحاكمين فيها لا يقدمون حساب للشعب. علاش بن كيران قدم برنامج ديالو للبرلمان صدق عليه وهو كيطبقه؟ ما كيطبقوش في حدود الامكانيات. يقول حتى الامكانيات ما عندناش الماديه. هو اولا ما عندوش يعني المسائل اللي طلع من اجلها واللي قدمها في البدايه ديال محاربه الفساد هذا ما قدرش عليها، لان القراصو امام لوبيات قويه وما عندوش السلطه باش يواجه هذه اللوبيات. هذه السلطه ما كايناش، والدستور ما كيعطيش هذه السلطه، رغم ان السلطه ديال الحكومه تقدمات في هذا الدستور مقارنه مع الدستور السابق، ولكن مازال حنا امام دستور اللي كيعطي السلطه الحقيقيه وكل السلطات ممركزه في يد الملكيه، وما كايناش عند الحكومه ما يكفي من السلطات. هذا ما كيعنيش بان بن كيران غير مسؤول على الاوضاع الحاليه، هو مسؤول عليها لانه عارف هذا الشيء كاين، ورغم ذلك يعني كان واجه النضال ديال الشعب المغربي، واجه الخروج ديال المغاربه في الشارع، وقف يعني ساهم في التوقيف ديالو ولا في الاضعاف ديالو، وهو قدم راسه كبديل. اذا الان كيتحمل مسؤوليه ما يجري، ولكن في نفس الوقت كنقول ان المشكل الحقيقي ديال الديمقراطيه في المغرب هو هذه المساله ديال عدم ربط المسؤوليه بالمحاسبه، انه المسؤولين الحقيقيين لا يقدمون حسابا. هذا هو المشكل. علاش في المغرب مثلا الناس اللي مسؤولين على كما سميتهم الانتهاكات ديال حقوق الانسان، او لا بعض المرات غير مسؤولين على يعني التسيير السيء لبعض الملفات العاديه، ما يتقدموش المحاكمه ولا واخا تحكموا يعني ما كتنفذش. هذه من بين الحوايج يعني العقوبات، من بين المؤشرات والمسائل اللي كتبان فيها بان لسنا في بلد ديمقراطي، لان من المسائل يعني الركائز الاساسيه للبلد الديمقراطي هو قضاء مستقل اللي كيكونوا الناس كلهم يعني متساوين امام هذا القضاء. يعني في المغرب مازال ما عندناش قضاء مستقل. قضاء مستقل ابدا. كنشوفوا مثلا تجربتي المفسدين، كاين واحد المفسد اللي تحكم 5 سنين السجن واللي باقي طالق يعني ما شدوش، وفي نفس الوقت هو الرئيس السابق ديال التعاضديه مثلا، وكاين شباب اللي ما يلا علاش مثلا هذا الرئيس السابق ديال التعاضديه محكوم عليه ب5 سنين، ولكن واش 5 سنين ابتدائيا ولا استئناف؟ لا، سالات المحاكمه في جميع الاطوار ديالها، يعني خصو غير يتشد ويدخل الحبس. نعم، وهذا الشيء ما كاينش، هو كيتزول يعني حرا طليقا، وعنده مازال اموال عموميه بين يدو، على 50 غرام ولا على شي جوان ديال الحشيش. وما حتى حاجه كاع الشباب ديال 20 فبراير ما داروا حتى حاجه، داروا المسؤوليه ديالهم يعني قاموا بالواجب ديالهم باش يناضلوا من اجل حريه الشعب، يعني واش كاين يعني وتعتقلوا بدون ما يديروا حتى حاجه، وتستعمل القضاء في الاعتقال ديالهم، يعني القضاء غير مستقل، والقضاء يعني يستعمل من طرف الدوله. غير ملي كنقول القضاء غير مستقل واش 100%؟ إن خطير إذا قلنا القضاء 100%. لا، ما كنتكلموش على القضاة. لا، لكن يعني عندنا يعني يقدروا يكونوا بعض القضاة. لا، ما كنتكلموش على القضاة، كنتكلموا على الجهاز. كنتكلموا على المؤسسة. الجهاز كامل غير مؤسسة غير مستقلة. ولكن علاش القضاة ما يمنع القضاة أنهم يكونون هم مستقلين ويواجهون هذه التدخلات؟ إن سهلا نقولوا القضاء غير مستقل، وتا القضاة سا لي زارونج. كيقول لك واش ما عندنا ما نديرو. هذه معركة خاص تخوضها القضاة، ولكن في نفس الوقت خاص يكون واحد الاستقلالية للقضاء، خاص يكون مستقل على السلطة التنفيذية بكامل أجهزتها. هذا الإصلاح اللي كيخوضوا السي الرامي وزير العدل يعني في الاتجاه الصحيح؟
كاين فيه مسائل ايجابيه ولكن كاين واحد العديد من الانتقادات موجهه ليه فيما يخص يعني انا ماشي التخصص ديالي ماشي قانوني وبالتالي صعيب ان نناقش معاك المسائل من ناحيه الجوهر القانوني ولكن واحد العديد ديال المتخصصين قدموا انتقادات تجاه هذا الاصلاح اللي كيعتبروه يعني فيه نقائص وخص يعني الاستقلاليه ديال السلطه القضائيه ما غاتكفيش وفي كل الحالات حنا بالنسبه لنا كنعتبروا بان المرجع لان المرجع ديال هذا الاصلاح هو الدستور فاش كنعتبروا بان الدستور بنفسه ما كيسمحش بالاستقلاليه ديال السلطه القضائيه كيف ما بغى يكون هذا الاصلاح ما يوصلناش يمكن يصلح شي امور ولكن ما يوصلناش للسلطه القضائيه لان خص اصلا الصوره تكون مفصوله في الدستور يكون فصل حقيقي لهذه الصوره في الدستور شيء اللي ما كاينش اذا المرجع الاصلي ديال هذا الاصلاح ما كيفيش باش يوصلنا للسلطه القضائيه حتى من يكون الاصلاح ماشي كافي بالنسبه لكم طبعا احنا دورنا شنو هو راه كعندنا واحد المرجع احنا مرجعنا واضح احنا في الجمعيه مرجعيه واحده هي اتفاقيه الدوله حقوق الانسان ما عندناش مرجع اخر وكل يعني التقييم ديال السياسات العموميه كنديروها على ضوء هذه الاتفاقيات وكنعتبروها التزامات ديال الدوله والدوله فاش كتلتزم حنا ما كنرفضوا ان هذه الالتزامات تكون كتستعمل فقط لتحسين الصوره للمغرب في الخارج ولكن على مستوى الواقع لا تنفذ ولا تطبق حنا هذا هو الدور ديالنا باش نلزموا على الدوله انها تكون في مستوى واحد التصريح خطير ديال واحد الرئيس التحريري ديال واحد الجريده وسائل الانتشار في المغرب اللي قال هو كيعرف وزراء خلصوا باش يرجعوا وزراء في هذه الحكومه ديال عبد الله بن كيران وفي نفس الوقت ما كنشوفوش عبد الله بن كيران يخرج ويوضح الامور اذا كيفاش كتشوف يعني عبد الاله بن كيران بنفسه كيقول في البرلمان بانه كيعرف مفسدين وكيعرف الناس اللي كيخرجوا الفلوس على برا وما دار حتى شي حاجه وما قدم حتى شي حاجه هذا هو اللي ما قدرتش نفهم السي دري كلشي كيقول لك كاين مفسدين كلشي كيقول لك ها اللي كيشفر ها اللي كيخون وفي نفس الوقت ما كان لا متابعه لا محاسبه اذا شكون يعني المفروض شكون المفروض يفتح التحقيق في هذا الشيء الاجهزه اللي المفروض يفتح التحقيق في هذا الشيء خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها وما كتحملش المسؤوليه ديالها نعطيك مثال مثلا ما عرفتش واش يمكن انتم حتى الحقوق البيئيه ديال الناس كتخصصوا فيها استقبلت الدكتور احمد عالمي مؤخرا هنايا في المكان ديالك رئيس حزب البيئه والتنميه المستدامه المغربي وكان وزير الصحه سابق في المغرب وهنا صرح قال بان مي كان وزير ديال الصحه السابق عمل واحد الدراسه علميه على المناخ ديال المحمديه وديال الدار البيضاء واكتشف انه من اقبح يعني الهواء ديال المحمديه والدار البيضاء من اقبح يعني الهواء المستنشق في المغرب كامل والناس يعني كتقدر تموت بالسرطان ومعدل يعني ليسبيرونس دو في ديال الحياه في هذه المناطق يعني ضعيف مقارنه بالمناطق الاخرى المغربيه وقال لك هذا الشيء باقي لحد الان وفي نفس الوقت يعني نشرنا الفيديو وما كانش متابعه في المغرب عادي تقول لهم مثلا هنا في دوله ديمقراطيه تقول لهم مثلا بروكسل فيها اللي هو ماشي زوين والناس تموت بالسرطان تنوض القيامه علاش مثلا في المغرب ما كانش التعامل مع ما لا كاين جمعيات متخصصه في البيئه ولكن الصوت ديالها ربما غير مسموع لان هذا الشيء نورمالمون خص يدير فيه واحد يعني رد فعل رسمي كاين الناس مسؤولين على هذا الشيء علاش رسميين حتى واحد ما كيرد يعني على هذه القضيه ولا قضيه اخرى ما كاينش يعني ما كاينش واحد المحاسبه ديال الناس مسؤولين شكون اللي غيحاسب واحد المسؤول حنا ناخذ لك انا نموذج اخر مؤخرا كان خطاب كيتكلم على الافلاس ديال المنظومه التعليميه والملايير تعطات في المنظومه التعليميه في الاصلاحات وفي الميثاق ميثاق التربيه التكوين الى غير ذلك وواحد العدد ديال الامور الاخرى ولكن كيكون اعتراف رسمي من اعلى سلطه بانه حتى حاجه ما تمشات يخصنا المحاسبه ديال هاد الناس هاد الملايير فين مشات علاش ما تمشاش هاد الشيء شكون اللي كان مسؤول إذا هذه الأمور ولات يعني بدون يعني أي بكل وقاحة يعني ما الجمعية ديالكم يمكن كتشتغل مع جمعيات أخرى حقوقية واش كتشوفوا بأن مثلا هذا النسق الجمعوي ديال حقوق الإنسان كيضغط أو لا عنده واحد الهامش ديال الضغط على الدولة من أجل تحقيق المطالب ديالكم ولا من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب احنا في واحد الشكل باش كنشتغلوا اولا كاين تقارير اللي كنقدموها كاين مذكرات كنوضعوها للحكومه كاين يعني مطالب كنديروها وكنامنوا بعمل وحدوي ديال العمل المشترك مع الجمعيات الاخرى لان عارفين بان حتى شي جمعيه بوحدها ما تقدر يكون عندها واحد الضغط قوي على الدوله خصو يكون واحد العمل مشترك ثم كاين يعني الاليات الدوليه اللي كنشتغلوا بها والتقارير اللي كنرفعوهم للمؤسسات الدوليه لان المغرب كيرفع تقارير رسميه ديالو حنا كجمعيات كنرفعوا ايضا تقارير موازيه باش كنقدروا يعني تخرج مضاده موازيه او مضاده وكتسجل توصيات جديده تجاه الدوله وكنضغطوا عاوتاني من طرفنا باش هاد التوصيات في نهايه المطاف واش كتلمسوا يعني تغيير شي جوانب كاين شي جوانب كنتقدموا فيها مثلا بعض القوانين اللي تغيرات بعض مدونه الاسره مثلا اللي قدرت شي جوانب تقدم ولكن غير كافيه ايضا مره اخرى الامور هذه مزيان يعني هذه الحراك والديناميكيه مجتمعيه عاديه يعني الدوله كتقوم بالعمل ديالها لا الدوله ما كتقومش بالعمل ديالها ابدا زعما داك الشيء اللي كدير عندها التزامات قويه وشديده وكبيره ولكن ما تلتزمش باش تفعلها في الواقع هذا هو يعني المشكل الحقيقي في المغرب لان المغرب معروف بالتزامات يعني كيوقع واخا كاين واحد
واحد العديد الاتفاقيات اللي مازال ما وقعش عليها، ولكن كيوقع على واحد العديد الاتفاقيات وكيديرها يعني في الخطابات ديالو، كيستعملها في العلاقات ديالو الدوليه. ولكن ملي كنجيو للتاثير ديال هذا التوقيع على مستوى القوانين المحليه، الملائمه للقوانين المحليه، التفعيل ديال هذه القوانين على مستوى الواقع. ناخذ مثال حي يعني باش منقص نهضروا يعني في العموميات، مسألة الصحافة، حرية الصحافة مثلا، يعني كيفاش كتقيموها حاليا؟ عندنا مثلا آلاف الجرائد اللي كتصدر يوميا، وهذه حرية الصحافة عندها علاقة بهذا النوع ديال القضايا اللي ترتي مثلا البيئة. في الدول الديمقراطية كان واحد الصحافة مستقلة كدير واحد التحقيقات خاصة بها وكتجبد يعني المعطيات، وكيكون عند المواطن الحق في أنه يوصل المعلومة وكيتكون واعي وفاهم. وحنا دابا ساعات كيخرج لنا ملفات كيقول لك وزير شرى الشيكولا ب 3 المليون إلى آخره، يعني كاين ولكن الصحافة ديال التحقيق الحقيقي يعني الصحافة مستقلة تقريبا تم القضاء عليها في المغرب، وفي ما كتبان واحد الصحافه عندها ديك الدور ديال انها تاثر في الراي العام، انها تخلق راي العام، ما كيكونش يعني ما كتستمرش. شفنا يعني مثلا الحاله ديال الاسبوعيات، واحد العدد ديال الصحفيين اللي غادروا المغرب لانهم ما قدروش يشتغلوا، ما عندهمش امكانيه باش يشتغلوا، كانت الحصار ديالهم مش حتى الوسائل في البدايه المحاكمات والاعتقالات، من بعد ولات وسائل اخرى ديال الضغط المالي والخلق المالي الى يعني ما بقينش نعتقلوا الصحفيين. وانزل علي انزل تعتقل، وكون ما كانش ضغط عالمي وضغط مدير وطني، مدير جريده الكترونيه لكم نعم، ويعني كون ما كانش ديك الحمله التضامنيه لا على المستوى الوطني على المستوى الدولي كان غيبقى في السجن. حنا عارفين يعني تعتقل باش يوصلوا انهم من جهه كيعطوا يعني النموذج للصحفيين اخرين، ثم يعني كيحبسوا واحد الصوت فاش كيولي واحد الصحفي. الصحفي بالنسبه لكم خصو يقول اللي بغى، علي انوزلك يستعمل يعني لغه صحفيه راقيه ومسؤوله، يعني من هادشي اللي كتقولوا ونديروا الثقه في القضاء ونمشوا للمحكمه ونمشوا الى القضاء قال بان ما هاد الحكم او الاعتقال ديالو ماشي قانوني يطلق السراح ديالو ويتم التعويض ديالو، يعني شنو المشكل؟ هنا كيوقع حتى اخطاء يعني قضائيه كتوقع حتى في الدول الديمقراطيه. لا كنا في قضاء اللي مستقل ممكن نديروا فيه الثقه، يعني حنا عارفين الحكم مسبق اصلا بينما القضاء غير مستقل، يعني ماشي حنا اللي كنقولوا يعني المعايير ديال القضاء المستقل. حنا ملفات ديال مثلا شباب 20 فبراير، ديال الطلبه، ديال الصحراويين، المحكمه ديال كديميزيك، يعني تقارير دوليه خرجت حولها، شفنا كيفاش يعني الناس تحاكموا بدون اي تحاكموا في يعني مدنيين تحاكموا في محكمه عسكريه، في محكمه عسكريه، واكثر من هذا ما تقدم حتى شي دليل ضدهم. هادشي تقارير ديال المنظمات الدوليه وديال المؤسسات رسمية دولية، كل شيء وقف على هذا الشيء. هذا حالة، كاين العديد من الحالات، كاين الحالات ديال الشباب 20 فبراير اللي كيجيو كيتصندقوا في الكوميسارية على النشاط ديالهم كناشطين، وكيجيو المحاكمة كيتحاكموا على الضرب والاعتداء. كاين حالات ديال الناس اللي تعذبوا واللي طالبوا الحق المحكمة باش دير يعني فتح تحقيق في التعذيب اللي تعرضوا ليه. المشكل الدولي كتقول لك هادو ماشي معتقلين سياسيين، هادو معتقلين مثلا ديال الحق العام، هذه السياسة الجديدة بوليسي أو لا تعدوا على شخص آخر، هذه السياسة الجديدة ديال الدولة. يمكن بصح علاش ماشي بصح، لان ما كتقدرش تجيب الاثباتات ضد هذا الشيء هذا في المحكمه. حالات ديال مثلا دابا فين نحكمهم السيده الرياضيه؟ القضاء ديالنا ماشي مستقل، دابا شنو الحل؟ نحكمهم في اسبانيا باش يكون عندنا هذاك الشيء؟ خصنا نضلوا من اجل دابا كيفاش نتعاملوا هذا، وكيفاش واش ممكن نتعاملوا مع المؤسسات ديال الدوله المغربيه ولا نقطعوها؟ لا ما كنقطعوش حنا كحقوقيين، يعني ما كنقطعوش، كنتعاملوا مع المؤسسات الدوله، ولكن كنوقفوا على المشاكل اللي فيها، وكنوقفوا على النقائص، وكنوقفوا على الثغرات القويه واللي يعني كتكون سبب في انتهاكات خطيره لحقوق الانسان. القضاء فاش يعني القضاء هو الدور ديال يعني ممكن تكون انتهاكات في جميع الدول عاديه، والاول ما كتكونش انتهاكات جسيمه، ولكن كيكون واحد القضاء اللي كيرجع الحق للمظلوم، الانسان تنتهك الحق ديالو كيلتجا للقضاء، كيكون واحد القضاء يعني مستقل كيحكم بين الاطراف. هنا ما عندناش، هنا القضاء في الحالات السياسيه، وفي الحالات الاخرى كاين الرشوه. كنشوفوا الحاله ديال بيجو في تيزنيس اللي وقعت، واللي هي فقط على واحد الصرخه بين الاف ديال هذاك مازال ما تحكمش. ايه ولكن قضايا اخرى من قبل منه اللي تحكمات لصالح علاش ما تقبلوش يعني يعني الاحكام القضائيه؟ الا كانت في صالحكم كتقولوا راحنا حققنا يعني بفضل الضغوطات اطلاق السراح مثلا بعض المناضلين، الا تحكموا كتقولوا بان القضاء غير مستقل، يعني واخا يتم اطلاق السراح من بعض المرات ما كتقولوش لان القضاء مستقل او لان القاضي خدم الخدمه ديالو، كتقولوا لان احنا ضغطنا على القضاء. يعني العمل ديالنا هو عليكم العمل ديالنا هو اننا نراقبوا المحاكمات، والقرار اللي كنخرجوه هو نتيجه ديك المراقبه. ما كتشوفوش يعني انتم الحقوقيين بعض المرات كتبالغوا شويه، يعني حتى في التظاهرات بدون ترخيص
يعني كتبان لكم تقولوا نديروا تظاهره كتمشوا كتخرجوا للشارع العام كتعرقلوا السير العام لا كحقوقيين ومن كتجي يعني الشرطه باش تفرقكم يعني كتبقوا تغوتوا وتقولوا شوف القمع الى اخره الوغ كنتم ما طبقتوش القانون لا كحقوقيين ما كاينش هذا الشيء كاين مسيرات اللي كتخرج احيانا بدون ترخيص ولكن الطريقه باش كيتم يعني الفض ديالها عاوتاني كيكون بنفسه عاود فيه خرق القانون لان حتى استعمال السلطه العموميه عندها معايير ولكن واش كتستعرفوا بان الدوله ولا الشرطه عندها الحق تفرق واحد التظاهره اللي غير مرخص في اطار القانون في اطار القانون ما كتفرقهاش في اطار القانون كيقول لكم زعما باش نوضحوا الناس ونبسطوا الناس من يجي مثلا عميد الشرطه يقول لكم الله يخليكم فرقوا علينا هذه الشقه راه ما عندكمش ترخيص انتم دابا حدا البرلمان لا ولكن عرقلتوا الناس والطوموبيلات باش يدوزوا وانتم كتقولوا لا هذا حقنا وحق التظاهر حق المشروع كتبقى هذاك الشيء ما خصناش نخلطوا بين مظاهره ووقفه احتجاجيه او وقفه في القانون المغربي بقرار قضائي كاين يعني الوقفه لا تحتاج لا الى ترخيص ولا الاشعار واغلب يعني التدخلات كتكون احيانا على وقفات وحنا بعدا كحقوقيين تلقينا الضربات باش ندخلوا في هذا النقاش لا قانون لا مهم تحتاج الى ترخيص ولكن الى السلطات العموميه ارتأت بان مع هذه الوقفه كتخرق مثلا القوانين ديال ولا السكينه او تعرقل السير العام الى اخره تقدر تقول لكم فرقوها يعني ماشي هذا حق مطلق واخا ما عندكمش ترخيص تجي نوقف في الماركيت وقف في الماركيت. حنا كنحترموا القانون يعني الوقفه الاحتجاجيه لا تحتاج الى ترخيص ولا اشعار وما كتعرقلش السير كتنقل في الماركيت وفي نفس الوقت كاين اللي ينتقدكم يقولوا لكم ان انتم كتبغوا تستفزوا بعض المرات السلطات باش فعلا تدخل بهذه الطريقه وتبين بان ما كتقدرش. اولا السلطات كتمثل الدوله وكتطبق القانون مفروض عليها تطبق القانون ما خصهاش تستفز خصها هي اللي تحرص على احترام القانون. وهي ما كتكونش في مستوى احترام القانون وهذا الشيء يعني في حالات مثلا فاش كيكون فض تظاهره وكيكون يعني الهدف هو انه الناس ما يبقاوش في واحد المكان فاش دوك الناس كيتفرقوا كيمشيو في الزناقي وكيزيدوا علاش كيتبعوهم البوليس حتى كيهرسوا شي واحد الناس اللي خصنا مثلا نعلموا هاد البوليس ولا نعطوا لهم دروس ديال حقوق الانسان كتشوفوها يعني كافيه مزيانه هاد ما كافياش لان هي ضروريه ولكن المشكل الان انه واحد العديد ديال الانتهاكات كتصور بالفيديو بني بوعياش سيدي فني تازا في الكوشه تصور بالفيديو يعني البوليس كيدخلوا للديور ديال المواطنين ما هما في تظاهره ما هما في شارع ما حتى حاجه كيقتحموا البيوت كيهرسوا داك الشيء اللي فيها كيعتقلوا على مرات الناس وحتى شي واحد ما عمرو يتحاسب حتى شي واحد ما عمرو حتى تعاقب على ديك السلوك اللي هو انتهاك اللي هو جريمه ما خصكش تدخل الناس للديور من جهه اخرى لان هذا الشيء كيشجع حنا اش كنقولوا بان الافلات من العقاب وهذا هو المعضله الحقيقيه في المغرب هو الافلات من العقاب نبداو بديك الشرطي اللي كيخرق القانون وبالفضل التظاهرات اللي غير كتخرج على اطار القانون الى يعني المرتشين الفاسدين الى النهب المال العام الى السلع على الثروات العموميه كاين واحد الافلات من العقاب معروفه به البلد ديالنا وهذا هو اللي كيشجع على الفساد وكيشجع على النهب وكيشجع حتى على الانتهاك الحقوق المغرب يرجع كي الدنمارك وحنا ما عندناش الامكانيات لا الماديه ولا المعنويه وحتى الانسان ديالنا المواطن ما الثقافة ديالو ما مهيئش باش يكون كي الدنمارك، يعني شوية بشوية بلاتي علينا فعلا كاين خروقات انتهاكات ولكن بيناتنا نصلحوا الأمور. أولا كاين واحد العديد ديال الحقوق اللي لا تحتاج لا إلى إمكانيات ولا حتى شي مثلا مثلا احترام حق التعبير، حرية التعبير خلي الناس تهضر. كيقول لك إلا فتحناها راه الله يستر وصافي راه غدا ما يبقى لا مغرب ولا حتى شي حاجة أخرى. إوا هذا الناس اللي خايفين من الناس اللي يهضروا، الناس اللي عندهم يعني خايفين من انتقادات، خايفين من صحافة حرة، خايفين من جمعيات حرة، خايفين هما اللي كيقولوا هذا الأسلوب، وثانيا إلا كان لنفرض لأن هذا الشيء تاعنا الشعب المغربي غير مهيئ، واحد الهضرة يعني قديمة وغتبقى ديما. إذا كانوا هما كيتحملوا مسؤولية في التربية ديال الأجيال ديال الشعب المغربي، شكون اللي علم هاد الشباب؟ شكون اللي علمنا حنا؟ شكون اللي قرانا؟ شكون اللي كيكبرنا؟ شكون اش باش بالمناهج ديال التعليم بالتلفازة؟ تبارك الله بهذه المناهج رجعتي أنت خديتي جائزة أممية. هذه حالة خاصة إيجابيات. حالات خاصة ممكن نقول ولكن حالات كثيرة تبارك الله الناس اللي قراوا فضل الدولة مجانا وراهم كل شيء تبارك الله كاين واحد المجهودات كبيرة كيقوموا بها الناس ولكن كنقول التعليم القيم قراتنا باطل يعني ماشي مشكل هذا واجب الدولة راه التعليم والصحة العمومية واجب ديال الدولة يعني استعرضوا بعض المرات انه قامت بشي حاجة اي ولكن راه ماشي منا من الدولة ولا شي حاجة شنو هي الدولة راه المال العمومي هذاك راه المال الشعب المغربي باش كيتعلموا الناس وباش كيقراوا يحاول يصلح الوضعية ديال حقوق الإنسان عندنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة ديال الدولة كتشوفوها يعني مؤسسة إيجابية هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ احنا فاش خرج الظاهر الجديد ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان خرجنا واحد البيان احنا جميع المواقف ديالنا كنعلنوا عليها وقلنا هل إيجابيات
مزيان ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يعني اصبحت عنده صلاحيات جديده، اصبح عنده التمثيلات الجهويه، هذا الشيء كله مزيان، اصبح فيه التركيبه ديالو فيها واحد الحضور ديال المجتمع المدني. وقفنا على السلبيات وقلنا باقي فيه واحد العديد المسائل غير كافيه. بالنسبه لنا كاين المساله الاستقلاليه، لان المجلس الوطني لحقوق الانسان غير مستقل باش يخرج تقرير خصو موافقه الملك، باش يخرج يعني توصيات خصو موافقه الملك. ايضا بالنسبه للمرجعيه، هو عنده جوج مرجعيات، المرجعيه الوطنيه والمرجعيه الحقوق يعني الكونيه. حنا بالنسبه لنا كنشتغلوا بمرجعيه وحده، دونك انتقدناه والمجلس الوطني طلب منا انه نقدموا مرشحين باش يكونوا داخل المجلس، ورفضنا. قلنا حنا مستعدين نشتغلوا مع المجلس بحال اللي كنا كنشتغلوا مع المجلس الاستشاري، ولكن ما كنوش اعضاء. لهذا الايجابيات ولكن ماشي كافيه، ماشي كافيه. كنرفعوا على هذا الشيء ونقول لك اكثر من هذا، هذه الانتقادات كنا انتقدنا فيها، انتقدنا بها المجلس الاستشاري السابق، وكانوا كيقولوا لنا لا انتم عدميين وما كتقبلوا حتى حاجه، ولكن تبين بان ذاك المجلس ما كانش كافي، والدليل انه ظاهر جديد خرج. صبار الكاتب العام ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان واحد النهار في واحد الحوار معاه قال بانه ما كانش معتقلين سياسيين في المغرب، توافقوا الراي؟ حنا ما عمرنا كنتظروا من شي سلطه رسميه انها تعرف بان كاين معتقلين سياسيين في المغرب. كاينين ولا ما كاينش معتقلين سياسيين؟ كاينين معتقلين سياسيين. المجلس الوطني يقول لك ما كاينش معتقلين سياسيين. كيسكت يعني كيسكت على ظواهر خطيره وعلى انتهاكات خطيره في مجال حقوق الانسان، ما كيلعبش الدور يعني ديالو. ما كيلعبش الدور ديالو. متواطئ سي صبار. نسميوها كما بغيتي، ولكن المجلس الوطني لحقوق الانسان ما كيلعبش الدور ديالو في انه ينبه السلطات وينبه الدوله للانتهاكات اللي كدير. سؤال، كتشوفوا الضغط ديال بعض الدول يعني المعادية للوحدة الترابية ديال المغرب، وللأسف حتى بعض الدول الصديقة دابا ديال المغرب ولات كطالب الدولة باش أنها يعني تفتح مجال مراقبة حقوق الإنسان يعني في الصحراء لبعض المينيورسو. شنو الرأي ديال الجمعية المغربية؟ حنا في 2008 كانت منظمة العفو الدولية، وأيضا هيومان رايتس ووتش كانت دارت واحد التقرير على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، وكانت دارت من بين التوصيات هذه المسألة. حنا قلنا أي آلية أممية غتساهم في مراقبه حقوق الانسان تكون في الصحراء او تكون في اي منطقه اخرى، حنا بالنسبه لنا ايجابيه. لا، هذه يعني مسائل سياسيه، هذه اعتبارات سياسيه، حنا ما كندخلوش في الاعتبارات السياسيه. هذه ممكن يعني التحليل السياسي يدير فرق بين هذه وهذه. حنا بالنسبه لنا حقوق الانسان واحده، وحقوق الانسان كونيه، والجميع يستحق نفس الحقوق، وبالتالي اي مراقبه حنا ممكن يعني الا نصحوا بها. لان ويقولوا بوليزاريو حنا ما بغيناش الصحراء تبقى مغربيه عاديه. هذا راي سياسي خصي تسمح به الجميع، كان في العيون، كان في الرباط، كان في اي بلاصه، الا كان راي سياسي يتم التعبير عليه بشكل سلمي حق اي واحد يعبر عليه، والراي المخالف ايضا عنده الحق يعبر عليه وبكل حريه في اطار سلمي، ويكون نقاش سياسي سلمي، هذا هو اللي خص يكون هكا كتقدم الامور. اخر كلمه مثلا المشاهدين اللي كيشاهدونا، واش متفائله على تحسين الوضع الحقوقي ديال الانسان بصفه عامه في المغرب؟ كاين تفاؤل طبعا، لان كاين نضال، وكاين الشعب المغربي الوعي ديالو كيرتفع، والنضالات ديالو كتزاد في كل مناطق المغرب، كاين نضالات، وحنا مقبلين على الذكرى الثالثه لانطلاقه حركه 20 فبراير اللي استمرت رغم التراجع ديال القوى ديالها، ولكن استمرت وصمدات رغم الاعتقالات، رغم المحاكمات السياسيه، استمرت الحركه، وحنا غادي نحتفلوا بالذكرى الثالثه ديالها 20 فبراير اللي هو عيد الشعب بالنسبه لنا، وفي نفس الوقت هو اليوم العالمي. شي حاجه لهذا في هذا الذكرى الثالثة؟ نعم، كاين أنشطة. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تبع حزب الاستقلال غادي يعمل تظاهرة ولا احتجاج وطني في 23 فبراير، غادي تلتحقوا مثلا؟ لا، كل واحد مستقل على الآخر، كل واحد يدير البرامج ديالو اللي بغا، ولكن حركة 20 فبراير عالنا على الذكرى بعد نهار 20، وأيضا نهار 23 غتكون شي مسألة. سيدة خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والرئيسة الحالية ديال أو المنسقة ديال الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان، والحاصلة على الجائزة الأممية ديال حقوق الإنسان، كنشكرك على المشاركه ديالك، ونتمنى نتلاقوا فرصه اخرى. وانا اخواني اخواتي اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامه.